الوطن يعني كان واحد الهضره شهيره على جريده الوطن، يقول لك في كل لي زومباساد الجيري، في كل السفارات في الجزائر، الجريده الاولى اللي يقراها السفير كل صباح هي جريده الوطن. هذه شغل هضره تهضر ما بين الصحفيين في البلايص تاع الصحافه، وين يتلاقاو الصحفيين في المقاهي والله يعني تاع الصحفيين ما بين بعضهم، يقول لك في كل امباساد يعني مش بالعربيه، امباساد دوت امباساد اوروبيان سيغتو اللي رايهم يهم في الحقيقه، ميم لومباساد دو روسي اون الجيري، الجريده الاولى اللي يقراها لومباسادور الصباح في كل يوم هي جريده الوطن. وجريده الوطن تبقى جريده اللي تمد المعلومه للجزائري، كل المعلومات بحسب المصدر تاعها، وتوفي في العمل نتاعها. يعني حقيقه تخسر الجزائر جريده كيما الوطن ابري سورتو لا بيرت دو ليبرتي سورتو بور لا بريس فرانكوفون، واش حيبقى؟ راح يبقى تبقى صحافه البروباغندا، الصحافه اللي ما عندها حقيقه اوكون كريديبيليتي، تبقى الصحافه اللي ما عندها اوكون كريديبيليتي. الجميع يعلم باللي هي صحافه بروباغندا وما عندها اوكون كريديبيليتي، النظام يعلم انها صحافه بروباغندا وما عندها اوكون كريديبيليتي، والجزائري يعلم باللي انها صحافه بروباغندا وما عندها اوكون كريديبيليتي. من هي الصحافه الحقيقيه التي سوف تدافع عن الجزائر عالميا؟ من هي الصحافه التي سوف تدافع عن الجزائر؟ خليني اعود الى الناس اللي قالوا بلي لا فامي كومبلوتي كونتر الجزائر، هذه صحافه سوف يسمعوا لها كي تكتب؟ من هي الصحافه التي سوف تساعد في بناء جوستومون، نرجعوا للنقطه الاولى، هذيك الجبهه الداخليه القويه؟ كي تنحي ليبرتي وتنحي الوطن وتنحي لي زوتر سوبور هادو اللي كي سون كريديبل، من هي الصحافه ريالمون اللي راح تساعد في بناء الجبهه الداخليه؟ وصديقنا جهاد سي جو مي ترومب با سي سا سي جهاد الى ريزون سور ان بوين، لو اي كوميرس اون الجيري لو فات كو لو اي كوميرس نو سو با ديفلوبي اون الجيري نا با ايتي ديفلوبي. انا والله ما نظنش بلي تعطلوا، انا نظن بلي سي في اكسبري، سي في اكسبري كو لو اي كوميرس نو سو با ديفلوبي اون الجيري، باسكو سي كوا البروبليم تاع الوطن ولا تاع نوت جورنال. 1 مليون دالجيريان يحط 1 يورو، 1 مليون دالجيريان يحط 1 يورو، ما كانش 1 مليون دالجيريان دو لو موند يحط يبعث للوطن 1 يورو في الكونت تاع الوطن يخرج من اسمه، هو مو يربح الوقت ما ينحي الاسم هذه عليه. سي اكسبري، سي في اكسبري باش لا بريس هذا الغلق تاع لو اي كوميرس تبقى كلكو سوا اكس تحت يدهم، تبقى حاكمين خانقين، لان اخبث طريقه للنظام لتعطيل، ليس الصحافه فقط، لتعطيل المعارضين، لتعطيل الاحزاب السياسيه، ماشي السجن فقط، هي التفقير،